بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله النهاردة هكلمكم عن AI وإزاي تصمم تصميم سريع وأفكار سريعة لتصميمك سواء انتريور أو اكستيريور. طبعا ده مش برنامج، هو سيرفر، يعني سيرفر اسمه ميد جورني، ده بتفتحه من برنامج اسمه ديسكورد. طبعا عشان تفتح السيرفر ده لازم تكون منزل برنامج ديسكورد، وبعد ما تنزله تفتح منه السيرفر وتبدأ بعدها تتعامل إنك تقدر تطلع أفكار تصميمك بكلمات. يعني انت هتكتب كلمات وهو هيحاول يطلع لك حاجة زيها. طبعا هو بيشتغل ازاي؟ ده بيشتغل ان هو بيجمع حاجات من على النت، يعني هو بيشوف افكار من على النت بيقراها وبيحاول يترجم لك انت الكلام اللي انت كاتبه. فهو بناء على ايه بيصمم؟ بناء على الكلام اللي انت كاتبه. طب اول حاجة نعملها، لو انت عايز تنزل على اللاب، على الويندوز بتاعك او الكمبيوتر بي سي، وده يفضل يعني عشان تسيب في الصور براحتك وتكتب براحتك. طبعا هيبقى عندك بلو ستاك، ده هتنزله من على النت عادي. تيجي تبحث هنا على ديسكورد، تمام؟ بعد ما تبحث عليها يظهر لك هنا وتروح تنزل البرنامج. طبعا برنامج ديسكورد ده هو برنامج اصلا للتواصل، التواصل بين الناس، يعني بيعملوه طبعا بتوع الجيمنج، الناس بتذاكر مع بعض، فيديوهات، بيشيروا ميوزك مع بعض، برنامج للتواصل زي الماسنجر زي زوم وكده. ولكن هو عليه جوه البرنامج سيرفر اسمه ميد جورني. السيرفر ده بيتخيل، يعني في خاصية من الخواص بتاعته ان هو بيتخيل الكلام اللي في دماغك. يعني انت مثلا عايز تتخيل صورة، عايز تتخيل ديزاين، هو بيتخيله لك بسرعة، بيجمع لك افكار. انت مجرد ما بتكتب بس بيجمع لك افكار. يعني احنا نقدر نقول ان هو زي بنترست، لا هو اقوى من بنترست شوية، لان انت بتكتب الحاجة اللي انت عايزها، وعايز واحد طبعا يكون فاهم كويس وعارف هو بيكتب ايه، وشخص يكون دارس تصميم كويس عشان خاطر يكتب الحاجات اللي هو عايزها بالظبط. مش كل الناس بتطلع عليه افكار كويسة، ولكن انت لازم تبحث عليه بكل الكلمات، يعني تكتب انواع الستاير وشكلها والارضيات والاسقف والوان الحوائط، وممكن تكتب الطراز بتاعك لو انت عايز طراز ارت ديكو، مودرن، كلاسيك، نيو كلاسيك، بوهيمي، اندستريا، طبعا كل الطراز اللي انت عارفينها. لذلك انا طبعا الفيديو ده عامله عشان خاطر اوريكم الطريقه كلها من اولها لاخرها وازاي تسجل. ولكن من عيوب السيرفر بتاع ميدجورني ده اللي هو مش مجاني. طب هتدفع فلوس من امتى؟ لا، اول 25 صوره مجاني، تمام؟ يعني انت تعمل اول 25 صوره مجاني، بعد كده هيقول لك اشتراك في الشهر ب 2 دولار تقريبا او 10 دولار على حسب مثلا الخدمه اللي انت داخل عليها. احنا هنجرب ال 25 صوره دي الاول وهتتعلم فيه لغايه لما نشوف التحديثات بتاعته هتبقى عامله ازاي، لان هو نزل منه رابع اصدار تقريبا حاليا، فهو كل شويه بيتطور، والتطور ده هيبقى مفيد لينا احنا برضه. تعمل اكتر من اكونت، تعمل اكونت نزل عليه 25 صوره، وتعمل اكونت تاني، تفضل تجرب بقى كل اكونت تجرب عليه شويه لغايه لما تخلص. اول حاجه تعملها، تعمل هنا بعد ما ينزل لك ديسكورد ويفتح معاك، تمام؟ بلوك الشاشة، تمام؟ ويلكم ديسكورد. طبعا لو انت مش عامل الاكونت هتدوس ريجستر، تمام؟ تسجل هنا الفون بتاعك او تسجل بالايميل. طبعا انا سجلت الكلام ده بسيط جدا، يعني مش محتاج. بعد ما تخلص الفون وكده هيقول لك، هيبعت لك ان لو كتبت رقمك مثلا زيرو وكذا، وبعد في الاخر هيبعت لك رساله على الفون هيقول لك سجل لي التكست مسج اللي بعتها لك على الفون. انا هسجلها بكل بساطه، تمام؟ لو عايز تسجل على الايميل برضو الموضوع سهل وبسيط. طبعا انا هعمل لوج ان وهوريكم في الاخر. انا كده نزلت البرنامج، تمام؟ عايز بقى ادخل على الميد جورني، تمام؟ السيرفر، يعني نزلت برنامج ديسكورد وعايز ادخل على سيرفر ميد جورني. في اكتر من طريقه. ممكن الطريقه الاولانيه ان انت تدوس على هنا اد، تدوس جوين ا سيرفر، تمام؟ وتيجي هنا تكتب الانفايت لينك، تمام؟ بص كده اسكيب هنا وبص جوين سيرفر، هيقول لك انفايت لينك. لو حد بعت لك انا انفايت، تمام؟ ولو حد مش بعت لك انفايت عادي جدا ممكن تكتب من على جوجل كروم او اي براوزر، فايرفوكس او اي حاجه عندك يعني، وتيجي تبحث في جوجل تكتب ميد جورني، هيظهر لك اول حاجه ميد جورني دوت كوم، تمام؟ هبحث معاك تاني يعني جوجل، اكتب هنا ميد جورني برضه الناس ما تتلخبطش وتدخل على الموقع تاني. بص ميد جورني يقول لك هنا ميد جورني، هيدخل لك على الموقع ده. عايز تعمل ساين ان ولا جوين ذا بيتا؟ قدامك الاثنين دول، سيبك من تحت. ساين ان ده لو انت عايز تسجل بفلوس على طول، يعني براحتكم. لو حد عايز يسجل الفلوس على طول وشايف ان هو اتعلم في الموضوع ده وشايف ان هو هيجيب منه شغل، يعمل ساين ان. هي ب 2 دولار زي ما قلت لكم، 2 وحاجه منسلي، وفي خدمه ثانيه برده ب 10 دولار براحتك طبعا، بس احنا هنعمل جوين ذا بيتا، تمام؟ بعد ما تعمل جوين ذا بيتا هيحمل، تمام؟ اذا انت بتسجل على سيرفر ميد جورني، افتح الديسكورد، تمام؟ هيقول لك بقى هنا ايه، اهو فتح لك الصفحه دي، خدت بالك؟ you have been invited to join ميد جورني، تمام؟
طيب بعد ما فتح لك الميد جورني هيقول لك بقى ايه، سجل على السيرفر بتاع ميد جورني الموقع بتاعه، لازم تكون عامل اكونت يعني. تمام، هيقول لك طبعا يوزر نيم، طبعا لو انت عامل اكونت هتقول اوريدي هاف ان اكونت وتسجل عليه على طول ويدخل. طبعا هكتب اليوزر نيم بتاعي اللي انا عايزه، تمام، كل واحد يكتب باسمه يعني براحته. تمام، كونتينيو، هيحمل معاك كريت ان اكونت هيومن اللي هو مش انسان آلي يعني. بليز كليك اتش ام ال كونتيننج اروف سي، اروف سي يعني بحر فيه موجة عالية. تمام كده بيقرا اللي انت بني ادم يعني مش انسان آلي. احنا دلوقتي بنعمل ايه؟ بنعمل اكونت على موقع ميد جورني اللي انت هتدخله من خلال ديسكورد. تمام، هو بيحمل معاك على ديسكورد اهو. Did you know ranking snowboards، هو بيحمل يعني. هتسجل طبعا الشهر والتاريخ بتاعك، تاريخ ميلادك يعني تسجيل. طيب هنا احنا دخلنا بقى على السيرفر، فتحنا البرنامج ودخلنا على السيرفر بتاع ميد جورني، يعني ده البرنامج بتاعي. تمام، ديسكورد، وهنا اللي دخل عليه ده يعني انا دخلت هنا عايز سيرفر جديد او عايز حاجه جديده، لا هتقول هنا ميد جورني. كده انت دخلت على السيرفر بتاع ميد جورني. كريم اكونت از ان 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 كريم اكونت كريم ات بيفور ات لوست دوس كريم اكونت ايميل التمرين بتاعك. الباص هي الخطوات بسيطة، ولكن أنا بحاول أظهر لكم كل حاجة. هندوس. طيب أنا هنا فتح معايا الموقع، تمام، هيجي لك هنا كونفيرم، تظهر لك هنا كونفيرم قبل ما يظهر لك ريسند هنا. تمام، أنا دوست عليه عشان خاطر يسجل لي الأكونت بالجيميل. هتدوس عليها هيبعت لك لينك على الجيميل بتاعك، هتيجي هنا على الجيميل بتاعك الانبوكس هيظهر لك آخر رسالة من ديسكورد. تمام، هو ديسكورد، هدوس فيريفاي ايميل، كده هو هيسجل على الايميل بتاعك. كونتينيو ديسكورد كونتينيو. تمام، بكل بساطة يعني. تمام، هو كده بيحمل معاك. كده انت بقى دخلت على الموقع بتاع ديسكورد، كده انت وصلت ان انت تعمل اكونت وفتحت برضو سيرفر ميد جورني. اشرح لك في الفيديو اللي جاي ازاي تعمل تصميم على ميد جورني، ازاي تتخيل يعني ايماجين التصميم، لان انت هنا مش بتصمم، انت مجرد ايماجين تكتب كلمات معينه، كلمات داله على الحاجات اللي انت عايزها، وهو بيبحث على الانترنت وبيجيبها. اعملها لكم في الفيديو اللي جاي، وهسيب لك الرابط الفيديو في الوصف بتاع الفيديو ده. ما تنساش طبعا تعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. كان معاكم مهندس مصطفى ناصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.